الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. فاطمة خليل والتفاصيل. فاطمة، شكرا محمد، شكرا أدا، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 222 مليون دولار ليبلغ نحو 34 مليارا و224 مليون دولار بنهاية يناير الماضي، مقابل 34 مليارا ومليوني دولار في ديسمبر السابق عليه. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا امتلاك قطاع البترول المصري لخبرات متميزة في مجال نقل الغاز الطبيعي ومد شبكاته، خاصة مع وجود نماذج ناجحة لنقل الغاز إقليميا مع عدد من الدول المجاورة بريا وبحريا. وخلال استقباله رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشوكا، أضاف الملا أن هناك مجالات وفرصا جيدة للتعاون مع رومانيا في مجال نقل الغاز باستغلال الإمكانيات المتاحة لدى البلدين، مشيرا إلى أن فرص التعاون تشمل أيضا مجال البترول، فهناك شركات عالمية كبرى تعمل في مصر في إنتاج البترول، مشيرا إلى الاتفاق على عقد اجتماع مشترك لدراسة أوجه التعاون المشترك ذات الأولوية في هذا المجال. في منطقة الخليج، أغلقت سوق الأسهم السعودية منخفضة تأثرا بتراجع أسعار النفط وسط مخاوف من حظر الاتحاد الأوروبي على منتجات روسيا المكررة من النفط. هبط المؤشر السعودي بنسبة 1.34%، كما أغلق المؤشر القطري منخفضا 0.4%، في حين صعد مؤشر البحرين العام بنسبة 77%. كشف البنك المركزي العراقي عن دراسة مقترحات مختلفة تتعلق بسعر الصرف الرسمي بعد إصدار الحزمة الأولى من تسهيلات لتلبية الطلب على الدولار. وذكر البنك المركزي أنه زاد سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى 7000 دولار شهريا، ويكون بيعها للبالغين 18 سنة فأكثر. وذكر البنك أنه سيتم توسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية لتشمل استيراد السلع والبضائع. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأدا ومحمد لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.